أهلا وسهلا بكم في الحفل الختامي لمخيمنا أنت مشروعك الخاص مخيم شباب الألفية الثالثة. وكذلك للمشاركين والمشاركات أهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا ولاء هي مديرة المخيم. أدعو للمنصة الأستاذة السيدة توكل كرمان. الطموح مهم والأحلام كذلك مهمة جداً، فلا تتخلوا عن أحلامكم ولا عن طموحاتكم. أنا حقيقة يعني في البداية سعادتي لا توصف وجودي معكم في هذا المخيم الذي لطال يعني حقيقة يعني طالما انتظرناه. أنا على مدى السنوات الماضية وأنا أتحدث إلى منابر عالمية، لكن يظل الحديث للطلاب والشباب له مذاقه الخاص. أنا أتحدث هنا اليوم للمستقبل والعنفوان وللأمل في التغيير. سعدت أنا بهذا المخيم كثير لأنه يعلي من قيم المعرفة، يمنح المشاركين إمكانية اكتشاف قدراتهم واكتشاف ذواتهم واكتشاف كذلك مشاريعهم الخاصة. الفريق الفائز معنا في مخيم أنت مشروعك الخاص مخيم شباب الألفية الثالثة هو فريق قمرية. نتمنى لكم التوفيق ونشكر باقي الفرق جميعا.